في نقطة، النقطة الثانية إن الكابتن جوزيه أو مستر جوزيه عمل تغييرات في أول اللقاء، وكان لابد أن يفعل تغييرات. التغييرات الأولى نزل جد وبركات، وده أهم شيء، لأنه عدل من طريقته، عدل من شكله، عدل من أوضاعه في الخط الأمامي اللي كان عامل مشكلة نظرا لوجود متعب لوحده. كان فؤاد سلامه موجود في الشوط الاولاني بيتحرك بشكل كويس، وجابها اليسرى كمان كان احمد حسام عامل جاب كويس، عامل مساحه كويسه مع احمد طلبه او محمد ابراهيم، ده كله كان مؤثر على النادي الاهلي في الشوط الاول. فالتغييرات ادت شكل افضل للنادي الاهلي في الخط الامامي، وبالتالي كمان في لعيبه نص الملعب، وخفت الضغط على لعيبه نص الملعب في النادي الاهلي. يعني بدايه الشوط الثاني تحديدا انا في رايي النادي الاهلي لعب 4-1-3-2، الاربعه اللي هم شال احمد السيد وخلى حسام غالي جنب وائل جمعه وجنبه سيد معوض واحمد فتحي، لعب حسام عاشور زي ما هو، ولعب بثلاثه قدامه على طول، بركات ناحيه اليمين وابو تريكه وعبد الله سعيد ناحيه الشمال، ولعب باثنين رؤوس حربه. ده على عكس الشوط الاول، عشان كده شفنا خطوره كثيره جدا للنادي الاهلي من كور عاليه اتعملت من الطرفين فتحي ومن سيد معوض على قلبين الدفاع اللي ما كانش متواجد خالص في الشوط الاول بالنسبه لمتعب كان لوحده. دي نقطه، وبوجود بركات وعبد الله السعيد يضم ادوار دفاعيه، ريح احمد فتحي وريح كتير جدا السيد معوض، عشان كده بقول لك ان معظم يمكن 70 او 80% من لعب المقاصه لعب على عمق الدفاع اللي فيه الجمعه وفي حسام غالي. وجود اكثر من خمس لعيبه وممكن يبقوا سته بمعوض او احمد فتحي برضو ادى راحه كبيره جدا، وادى زياده عدديه بالنسبه للنادي الاهلي في النواحي الهجوميه، خلت عامل التفوق موجود. وجودها جبهات عاليه او جبهات عاليه دي كانت موجوده من البلوكات اللي معونه ما بين فتحي وبركات وما بين معوض وما بين عبد الله السعيد.